مر على عمتك في البيت تاخذ البيت. السلام عليكم. انا ما اعرف الصوت هسه يطلع زين يومكم ولا لا. احنا نانا على وحده من الكهلات اللي يسموها تباشه وجمعها تبايش مع الاخ ابو سعد الغنامي وجاسم وبعض الاخوان والاصدقاء من بغداد. الله يحفظك. روح الى هذا الانسان الورد. هذا سكتوه يا معوزين. هذا الانسان الورد اللي دوما يقدم لنا خدمه لطيفه وجليله هنا بالاهوار. اليوم الجو ساحر في نسمه من ال. هذا سكتوه يا معوزين. خذوه على صف مرته غير على مرته. هذا عندنا واحد قاعد يخابر البيت الداخليه مالته فلازم يرفع صوته عالي. هاي اليوم المشوايه ما كفت فابو سعد سوى مشوايه وهاي طريقه ثانيه هنا. لا هاي بعد لها ابو سعد يعني المثل ما لها ابو سعد ما يبقوا معي هم راح اشوف بعض. قوم معي شوف كنت ما اشوفها قليل مع المستوى بس هي من جوا استوت. جوا استوت فوق متنها عالي. سعد ما اخذ نكلم منه. يا ولد تعال واحد يقطع. عندك برنامج بعدين يدمجني. هاي ما تندمج بس ناشر التوقف. حط هاي شمك رجال ايش قلت. ماخذ 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 بص تصور هاي اللقطه. شوف شلون يحط المشعل على رجله ويبدي يقدم به شويه شويه. وهاي القصب الاخضر يستعمله مثل الحبل يلفه مثل الحبل ويشد بيها شده. هذه المجموعه مالت القصب يسميها المشعل. هاي قدمها قدمها طلع على خبزة. على خبزة اذا ماكو شيء على خبزة لو نايلون نظيف على خبزة حبيبي. هذا يريد مواعين يريد صينية هسه مستوى دمر دمر. اي مرتفع ساتني ستي يا بابا. خبط لي يا صبي شنو ها. لا مو امشي هاي اسماك صغيرة ما ادري هنا تبين لولا.